صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العال إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير للد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي هيلث، صحة، هيومانيتي، إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة، صحة، مذاق طيب، الجنيدي إلنا كلنا. نم قرير العين يا شهيد، فإن وراءك أسوداً لا تترك أثرها وثأرها. أبلغ سلاماً لكل من في العليين، للجميل وعزيزي والشيشاني والدخيل والنابلسي وعدي والتميمي وكل من سار على درب الشهداء. أخبرهم أن الشعب لا زال يقاوم وأن عرينكم لا زال قائم. يصرخون أريد بندقية، خاتم أمي قمت ببيعه من أجل بندقية، محفظتي رهنتها من أجل بندقية، اللغة التي درسنا بها، الكتب التي قرأناها، قصائد الشعر التي حفظناها ليست تساوي درهما أمام بندقية. يا أيها الثوار في القدس، في الخليل، في نابلس، في جنين، في الأغوار، في بيت لحم، حيث كنتم أيها الأحرار تقدموا. فقصة السلام مسرحية والعدل مسرحية، إلى فلسطين طريق واحد يمر من فوهة البندقية. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا وطن، معكم من الأعداد والتقديم هدي أبو زيني، ومن الإخراج التلفزيوني محمد الزغا، ومن الهندسة الإذاعية خالد نجاص، ومن التنسيق أماني عبد الرحمن. وللتذكير تتابعونا على شبكة وطن الإعلامية على شاشة تلفزيون وطن وعبر إذاعة وطن على الموجة 99.2 وعبر وكالة وطن للأنباء على موقع فيسبوك مباشر. أسعد الله صباحكم. نبدأ حلقتنا بأبرز العناوين. عرين الأسود لجيش الاحتلال، ويل لكم من حدث أمني قد اقترب. وصحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية إعلان حالة التأهب واليقظة في القدس بسبب معلومات أمنية.
نقل الفتى المصاب محمد أبو قطيش من مستشفى هداسة العسوية إلى مستشفى هداسة عين كارم لاستكمال العلاج. وقوات الاحتلال تشن فجر اليوم حملة اعتقالات طالت عدد من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. ومن العناوين إلى التفاصيل، شيعت جماهير حاشدة أمس جثمان الشهيد تامر الكيلاني أحد مقاومي مجموعات عرين الأسود الذي ارتقى خلال عملية اغتيال إسرائيلية فجر أمس بواسطة دراجة نارية مخففة مفخخة في البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وبكلمات مؤثرة والدة الكيلاني تودعه خلال نظرة الوداع الأخيرة لنشاهده. أنا عند حسن ظنك وإيش رايح أضعك؟ أنا هون يا أمي يا تامر، الله يرضى عليك وحن عليك يا ولد، الله يحن عليك يا أمي. وين تامر؟ وين تامر؟ سكير هون شعبه. كلابها تقتل أسودا. بالأول الكلاب، الكلاب أصحابه رح يأخذوا حقهم، أصحابه مش رح ينسوا. ربنا اللي بأخذ حقه يا أختي، ربنا. ابني مرضي، ربنا يا حبيبي. ابني مرضي ما يدروش عليه، ما يدروش عليه، ما عدا يدر عليه بإسلام. كل يوم كنت أتصل عليه وهو راجع، كل يوم مكر مفر، مقدام مقبل، الحمد لله مقبل. تامر كان مقبل، عمره ما كان مدبر. نال الشهادة يا خالتي، الله يستر، بأعلى درجة، الحمد لله. ابني اليوم خريج، الحمد لله، ابني اليوم خريج نال أعلى. إذن هكذا ودعت والدة الكيلاني تامر مساء أمس خلال إلقائها نظرة الوداع الأخيرة عليه. الرحمة للشهداء. للمزيد من الأخبار الميدانية ومتابعة آخر التفاصيل ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الزميل الدكتور أمين أبو وردي. أهلا ومرحبا بك معنا. تحياتي لك. يعني بداية، ليلة أمس كانت ليلة ساخنة في بعض المناطق، لو تجمل لنا حصيلة الاعتقالات والمداهمات وأيضا الإصابات، تفاصيل أكثر ما حدث ليلة أمس وفجر اليوم. نبدأ من عمليات الدهم والاعتقال التي نفذتها قوات احتلال فجر هذا اليوم، حيث جرى اعتقال شابين من بلدة حزون شرق القيلية، عمير عدوان ومصطفى منصور، وأيضا اعتقال ثلاثة من قرية المغير شرق رام الله، جهاد أمين أبو علي، عبد الرحمن سعيد أبو علي، وبستام أيمن أبو علي، فيما اعتقل فارس الطريقي من مخيم قدورة، وأحمد خالد العمور من بلدة كوة في قضاء بيت لحم. جرت مواجهات في الزبابدي وحسان خلال اقتحام قوات احتلال. أيضا شبان أمطروا النقطة العسكرية المتموضعة على جبل جرزين بنابلس بوابل من الرصاص في ساعة متأخرة من الليلة الفائتة. نعم، يعني أيضا ما هي القضايا التي لاقت اهتماما مؤخرا من قبل الشارع الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي؟ باعتقاد أن حدث نابلس بالأمس، ارتقاء الشهيد تامر الكيلاني وتداعيات عملية الاغتيال ثم الجنازة المهيبة التي شارك فيها عشرات المسلحين وآلاف المواطنين، عملية الرثاء من والديه وزوجته أخذت حجم كبير من التفاعل، وتحول الموضوع إلى موضوع ليس فقط على المستوى الوطني الفلسطيني وإنما حتى العالمي والإقليمي. عشرات عدسات التلفزة المحلية والدولية غطت هذا الموضوع وأخذت عشرات المحتويات المحتوى من فيديوهات صور التي ضخت على منصات التواصل الاجتماعي وأحدثت حجم كبير من التفاعل، فتحول الموضوع إلى حدث وطني وعالمي بامتياز. حجم التفاعل الناس مع الفيديوهات كان كبير جدا، مئات الآلاف من المتابعين للفيديوهات التي تم بثها، حديث عن آلية الاغتيال والعودة والربط ذلك بالماضي، ماضي الاغتيالات في الانتفاضة الأولى والثانية وحالات مشابهة، وأيضا حجم التضامن الأسري والمجتمعي مع عائلات الشهيد الكيلاني. نعم، يعني آخر تحديث لأحوال الطرق، أخبر
أخبرنا أي الطرق السالكة وأيها المغلقة لكي يتسنى للمشاهدين والمستمعين من يتنقل في هذه الأثناء معرفة أي الطرق السالكة؟ الاحتلال يتبع اليوم لليوم الرابع عشر على التوالي سياسة ذاتها بالأيام الماضية في التعامل مع الحواجز. بعض الحواجز مغلقة بالدخول وبعضها مغلق في الخروج. على سبيل المثال حادث حوارة مسموح الدخول دون قيود، فيما الخروج ممنوع بتاتا. وهذا أمر متبع على معبر عوارتة حيث يمنع الدخول منه ولكن يسمح الخروج من معبر وحاجز عوارتة باتجاه خارج نابلس. طريق دير شرف داخل البلد مغلقة ولكن من خلف البلد مفتوحة للتنقل باتجاه طول كرم وجنين. حاجز الحمراء فقط القيود على الخارجين من نابلس باتجاه الأغوار فيما يسمح بالدخول كالمعتاد. طريق صرة السماح بالدخول دون قيود والخروج فقط ضمن إجراءات تفتيش. أيضا حاجز بيت فريك شرق نابلس فقط يسمح لحملة الهوية بيت دجن وبيت فريك بالتنقل على هذا الحاجز ولكن بقيود مشددة منذ ساعات الصباح الباكر. طابور كبير على جانبي هذا الحاجز. نعم، إذا شكرا لك الزميل والصحفي دكتور أمين أبو وردي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك. وجهت مجموعة عرين الأسود رسالة مقتضبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مهددة بالرد على جريمة اغتيال القيادي في المجموعة تامر الكيلاني. وكتبت المجموعة عبر قناتها على تليجرام: من فوق الأرض، من تحت الأرض، تابعونا فإنا نعد لكم حدثا من لهب. وأضافت: حاصروا كل مكان الآن وأطلقوا لطائراتكم عيونكم أعوان العنان. وكتب العرين ما يلي: كتب العرين: وبنادق العرين عطشة كصحراء النقب، فترقبوا إنا أمسينا بركانا من غضب. من فوق الأرض، من تحت الأرض، تابعونا فإنا نعد لكم حدثا من لهب. حاصروا كل مكان الآن وأطلقوا لطائراتكم عيونكم أعوانكم العنان، فويل ثم ويل ثم ويل من حدث أمني قد اقترب، ويل لكم عندما يغرد العرين قبل بزوغ الفجر. محكمة الاحتلال المركزية ترفض طلب الإفراج المبكر عن الأسير ناصر أبو حميد المريض بالسرطان. وقال نادي الأسير أن هذا القرار الثاني الذي أصدر عن الجهاز القضائي للاحتلال وفيه يتم رفض طلب الإفراج المبكر عنه، وذلك رغم وضعه الصحي الحرج جدا. ويذكر أن الأسير أبو حميد تعرض لجريمة الإهمال الطبي القتل البطيء على مدار السنوات، وبدأ وضعه الصحي في تراجع واضح بشهر آب العام الماضي، في حينه تم الكشف المؤخر عن إصابته بالسرطان في الرئة جراء مماطلة إدارة سجون الاحتلال في إجراء فحوصات طبية له، إلى أن وصل اليوم إلى مرحلة صحية خطيرة جديدة. هاجم مستوطنون مساء أمس وفجر اليوم منازل ومركبات المواطنين بالحجارة عند مدخل قرية المنيا شرق بيت لحم. وأفاد الناشط الشبابي مصطفى البدن أن عشرات المستوطنين تجمهروا عند المدخل الرئيسي للقرية بحماية جيش الاحتلال ورشقوا منازل المواطنين القريبة والمركبات المارة بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم زجاج عدد من المركبات. وأضاف أن المستوطنين أغلقوا الشارع الرئيسي للقرية الواصل إلى منطقة واد سعير فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في المنطقة.
أطلقت زوارق حربية إسرائيلية مساء أمس نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين شمال قطاع غزة، وأفادت المصادر بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الزوارق الحربية فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع وقذائف صوتية تجاه مراكب الصيادين العاملين في بحر منطقتي الواحة والسودانية شمال القطاع. وأضاف أن كثافة النيران أجبرت الصيادين على الانسحاب من البحر حفاظاً على حياتهم. اعتدت قوات الاحتلال مساء أمس على مسن في البلدة القديمة من الخليل واعتقلت شابنا. وقال الناشط عارف جابر أن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من منازل المواطنين في حارة جابر في البلدة القديمة واعتقلت شابا من عائلة الرازم فيما اعتدت بالضرب على المسن بعد اقتحامه لمنزله. أفادت القناة العبرية بأن تقديرات في منظومة أمن الاحتلال تشير إلى أن جماعة عرين الأسود ستحاول تنفيذ هجوم نوعي رداً على اغتيال القائد الميداني في المجموعة عرين الأسود تامر الكيلاني. هذا وأوردت مصادر عبرية مختلفة إعلان الاستنفار في صفوف أجهزة أمن الاحتلال. فكيف كانت قراءة الصحافة العبرية لبيان عرين الأسود الصادر عنها مساء أمس؟ للمزيد مع ضيفنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ عماد أبو عواد مدير مركز القدس للدراسات الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بك معنا. صباح الخير هدي لك وللمستمعين الكرام. يسعد صباحك وأهلا بك. يعني بداية، كيف قرأت الصحافة الإسرائيلية بيان العرين الأخير الصادر بالأمس؟ يعني بطبيعة الحال هناك مخاوف إسرائيلية كبيرة من مسألة تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية. الإعلام العبري يتناول هذه القضية بنوع من ربما التخوف، لكن في ذات الوقت الاستغراب، بمعنى إنه الضفة الغربية التي لطالما تحدث الاحتلال على أنها لن تتصاعد الأحداث فيها وصولا إلى حالة شبه انتفاضة تتمثل بعمليات عسكرية وهبات مستمرة ما بين الفينة والأخرى، الآن الحديث يدور بأنه هناك حالة لا يمكن السيطرة عليها وبأنه هناك تطور نوعي في أداء الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال يختلف عن توقعات الاحتلال ربما وتقديرات الشباك التي كانت خلال الفترات السابقة. من هنا يمكن القول بأنه الإعلام عمليا ينقل تخوفات المستوى السياسي والمستوى الأمني وبطبيعة الحال التهويل، التخويف، التحذير والمطالبة بأن يكون هناك حلول هو سيد الموقف في كل الوسائل الإعلام العبرية، مع التأكيد على أن الإعلام بطبيعة الحال يعكس وجهة النظر الأمنية كونه يخضع لما يعرف بالرقابة العسكرية. نعم، يعني أيضا وبلا شك أن العرين كحالة فلسطينية جديدة صنعت حالة جديدة أيضا للصحافة الإسرائيلية، وهذا يتجلى في عناوينها وتفاصيلها. كيف تقرأ هذه الحالة؟ يعني عندما نتحدث عن حالة عرين الأسود هي حالة فلسطينية ربما فاجأت الاحتلال لأسباب متنوعة. نعم. السبب الأول أنها نمت في بيئة معقدة جدا من حيث التواجد الأمني الإسرائيلي وكذلك وجود السلطة الفلسطينية في ظل التنظيم الأمني. الأمر الثاني أنها كانت عابرة للفصائل الفلسطينية. نعم، الكادر الموجود هو في النهاية موزع على الفصائل ما بين حماس وفتح والجبهة إلى آخره، لكن هذا الكادر ربما نستطيع أن نقول خلع الثوب الحزبي وانخرط فقط تحت عنوان المقاومة. الأمر الثالث أن الجيل الجديد جيل فعلا ربما إسرائيل لم تكن تتوقع أن يتحلى بهذه الروح الوطنية العالية وأن يكون لديه رؤية تتمثل بضرورة مواجهة الاحتلال بهذه الطريقة، الأمر الذي عقد من قدرة الاحتلال على تتبع هذا الجيل وهذه الفئات. نعم، يعني أيضا جاء نقلا عن موقع عكا للشؤون الإسرائيلية بأن 25 جنديا ومستوطنا إسرائيليا قتلوا في عمليات فلسطينية مختلفة وقعت منذ مطلع العام الجاري. كيف تفاعلت الصحافة العبرية مع هذا التقرير؟ يعني هو الرقم كبير، إسرائيل عندما تتحدث عن 25 قتيل منذ بداية العام الرقم كبير، لكن الأكثر خطورة بالنسبة للاحتلال هو ليس الرقم إنما هو الاستمرار.
نحن نتحدث عن سلسلة عمليات وحالة مستمرة منذ آذار مارس الماضي حتى يومنا هذا. نعم. وعندما يتحدث الاحتلال بأنه هو يواجه هذه الحالة ويستطيع ربما حصارها والقضاء عليها، يتفاجأ بأنها نمت في منطقة أخرى. لذلك دعينا نكون يعني ربما صريحين، عندما كانت تتحدث إسرائيل أنه مشكلتها فقط في جنين، وبأنه مخيم جنين يشكل العقدة، وأنه إذا حلت مشكلة جنين لن يكون هناك مشاكل، ظهرت لهم مشكلة أكبر وهي عرين الأسود في نابلس، وربما تظهر لهم مشكلة أكبر وأكثر تعقيدا في مناطق أخرى. بمعنى أدق، الاحتلال مشكلته مع الاستمرارية وليس مع عدد القتلى، حتى لو استمرت العمليات في ظل وجود قتيل أو جريح أو إلى آخره، هذا مؤثر بشكل كبير على معنويات المستوطن، معنويات الجندي، وكذلك يدفع السياسي لأن يتخبط في اتخاذ القرار. نعم، لن نقول بأن إسرائيل ستسارع في هذه المرحلة ربما لتغيير سياستها، لكن الاستمرار بالتأكيد سيدفعها إذا وجدت حكومة مستمرة أو مستقرة مستقبلا إلى التفكير بطرق مختلفة لتعاطي مع الفلسطينيين. نعم. أيضا في سياق آخر، بالأمس صادقت حكومة الاحتلال على تعيين هيرتسي هليفي رئيسا لأركان جيش الاحتلال خلفا لأفيف. في أي إطار تأتي هذه المصادقة؟ وقد نشرت الصحافة الإسرائيلية بالأمس صور جماعات بينهما. لا، هو تعيين طبيعي هديل، يعني كوخاف انتهت مدته. هيرتسي هليفي بطبيعة الحال تم اختياره قبل نحو 8 أو 9 أسابيع من الآن من قبل وزير جيش الاحتلال. الآن تمت المصادقة على هذا الاختيار، لكن الغريب في اختيار هليفي أنه نحن نتحدث عن شخصية ربما لأول مرة رئيس هيئة أركان في دولة الاحتلال يسكن في مستوطنة، وهذا ستكون له انعكاسات سلبية في المستقبل. نحن نتحدث عن تزاوج كبير الآن ما بين جيش الاحتلال وما بين المستوطنين. الجيش قديما كان ربما يستطيع قمع المستوطنين، يستطيع منع ما يقوم به الانتهاكات، لكن اليوم نحن نتحدث عن يعني رئيس هيئة أركان مستوطن، بمعنى أدق أن المستوطنين باتوا الآن يقودون الجيش، وبالتالي سنجد في المستقبل بأن الصهيونية الدينية اللي بتمثل اليوم 40% من ضباط الجيش ربما بشكل أو بآخر ستفرض سياسة معينة على هذا الجيش تتبع للرافانوت والحاخامية أكثر من تبعيتها للمؤسسة الرسمية. نعم، إذن شكرا لك ضيفنا، كنت معنا عبر الخط الهاتفي عماد أبو عواد، مدير مركز القدس للدراسات الفلسطينية، شكرا لك. مواطنون من رام الله عبر وطن رسائلهم لعرين الأسود وكتيبة جنين وكافة المقاومين، أكدوا خلالها على دعمهم والوقوف إلى جانبهم. لنشاهد معنا. إن شاء الله في النهاية راح ينصرنا، والله يحميهم وربنا يحميهم وينصرهم، عمن يعاديهم يا رب. وعدنا في النصر ربنا، ومش رايح يخلف وعده. نوجه كل التقدير للمقاومة التي أعادت الحياة لهذا الشعب والتي عبرت عن أصالة هذا الشعب المقاوم. نقول للمقاومة وعد الله آتي والنصر قريب، توحدوا شدوا سواعدكم و واصلوا طريقكم فهو طريق العزة وطريق الكرامة. إن شاء الله إنهم بيشتروا وبكوا، والله يقويهم، الله يقويهم ويجيبهم على المنطقة عنا، ويشتروا في المنطقة عننا. المفاوضات بيجيبش شيء عنا، إحنا بدنا وطن، كلنا هدف واحد تحرير فلسطين، ويبعد شر بني آدم عنهم، يبعد الجواسيس عنهم، لأن لما واحد بيسوي عملية بيرفع الرأس، مش بطمن الرأس، بيرفع الرأس. كل احترام للمقاومين في نابلس أو في جنين، كل احترام لهم، واللهم آمين، الله ينصرهم على الاحتلال إن شاء الله. الله ينصرهم ويحميهم وين ما بكوا، سواء في الجبال ولا في وسط المدينة ولا في الكرة ولا في المخيمات، الله ينصرهم وجميع الشباب بإذن الله تعالى على خطاهم. وفي القلب ما فيش شاب فلسطيني في الشارع ولا دون الشارع ما بتمنى أن يبكى معهم في هذه الخطوة.
الله ينصرهم ويقويهم ويبعد عينين الجواسيس عنهم إن شاء الله يا رب العالمين. الله محيي الشهداء وعدرب النابلسي والشيشاني، واللهم اللهم الثبات النصر والاستشهاد. إذن كانت هذه الرسائل والكلمات من رام الله عبر وطن إلى المقاومين كافة في جميع الضفة الغربية والقدس المحتلة. ننتقل إلى القدس. أفادت مصادر عبرية بإصابة 3 من جنود الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت في عناتة ومخيم شعفاط أثناء اقتحام منزل عائلة الفتى مجد أبو قطيش منفذ عملية الطعن بالقدس. هذا واندلعت مواجهات في جبل المكبر. نتابع مستجدات الحالة الميدانية في القدس المحتلة وأحيائها مع الزميل الصحفي المقدسي فراس الدبس. أهلا ومرحبا بك معنا. أسعد الله صباحكم جميعا. أسعد الله صباحك وأهلا بك. يعني بداية لو تخبرنا عن آخر المستجدات حول الحالة الميدانية في القدس، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها حي الشيخ جراح مساء أمس. يعني ما شاهدناه في منطقة، نبدأ يعني آخر المستجدات هي كانت أهمها في منطقة الشيخ جراح التي تشهد في الآونة الأخيرة هجمة كبيرة من قبل المتطرفين والمستوطنين الذين يحاولون بث الرعب والدمار في هذه المنطقة. ما شاهدناه في الأيام الأخيرة وكان آخرها يوم الأمس هو مجموعات كبيرة من المتطرفين والمتدينين اليهود كانوا يتواجدون في هذه المنطقة، من ضمنهم كان نائب رئيس بلدية الاحتلال الذي كان تواجد بالأمس والذي أصيب بسبب تراشق الحجارة بين المواطنين الصامدين في هذا الحي الذي يناضل من أجل الثبات والصمود في مدينة في حي الشيخ جراح. اليوم هو أيضا يعني في منطقة الشيخ جراح سوف تشهد إقبال وإغلاق كبير بسبب ما يسمى عندهم زيارة مقام الذي يسمونه شمعنا الصديق، أو هذا المكان هو سوف يشهد اليوم إغلاق كبير لمنطقة الشيخ جراح، وسوف نجد سوف يتوافد الآلاف من المتدينين اليهود إلى المنطقة، وسوف نتوقع أن تشهد هذه المنطقة اليوم تصعيد بسبب هذا التواجد. يعني في أهالي حي الشيخ جراح بالأمس أيضا شاهدنا كيف تم اعتقال أحد الشبان من 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 سكان حي الشيخ جراح، كيف تم اعتقاله بطريقة وحشية وهمجية من قبل سلطات الاحتلال، ما بينما كان هناك شاهدنا المتطرفين الذين كانوا يلقون الحجارة بث الفساد والدمار في الحافلات والسيارات المتواجدة في المنطقة، ولكن لم نجد رد عنهم من قبل سلطات الاحتلال، ونحن نواجه السياسة العنصرية الواضحة في هذه المنطقة. لذلك نحن والجميع يجب على أن نكون نقف معهم في هذه الأيام الصعبة التي واجهها. أما على صعيد مدينة القدس وسورة مخيم شعفاط، يعني هناك أيضا إجراءات تنكيلية من سلطات الاحتلال على حاجز مخيم شعفاط المقام الذي هو أيضا يقوم الآن في حتى اللحظة هناك اختناقات مرورية وإجراءات تعسفية بحق سكان المنطقة أيضا. وعندما شاهدنا أيضا عندما اقتحمت سلطات الاحتلال منزل عائلة قطيش الذي تتم سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية طعن في مدينة القدس عند التلة الفرنسية، وكيف كانت المواجهة الكبيرة من سكان مخيم شعفاط وضحية السلام، كيف تم صد الجيش الاحتلال مما أصيب 3 من جنود الاحتلال بإصابات متوسطة وطفيفة بسبب إلقاء المفرقعات النارية والحجارة. أما على صعيد مدينة القدس، مدينة بلدة العيساوية ورأس العمود التي تشهد يوميا وجبل المكبر الذي يشهد يوميا مواجهات عنيفة مع جيش الاحتلال، أصبحت أن هناك نتحدث عن مدينة القدس يوميا في الليل يكون هناك يعني مواجهات في جميع المناطق منذ أحداث مخيم شعفاط حتى اللحظة، هناك حتى اليومين الحالي هناك مواجهات مستمرة في هذه المناطق، وهناك أيضا اعتقالات مستمرة ليلية تقوم بها سلطات الاحتلال ومخابرات الاحتلال. أما على مستوى من المسجد الأقصى المبارك هناك اقتحامات وتعزيزات واضحة من قبل جيش الاحتلال في محيط المسجد الأقصى وداخل باحات المسجد الأقصى، هناك اقتحامات مستمرة للمتطرفين اليهود تحت حراسة وحماية شرطة الاحتلال ومخابرات الاحتلال وقوات الخاصة المدججين بالسلاح الذين ينتشرون في المسجد الأقصى وفي في محيط البلدة القديمة. نعم، يعني أيضا لو ننتقل إلى الفتى أبو قطيش، ما هي آخر المعلومات التي قد وصلتكم بشأنه؟ مساء أمس تم الإعلان أنه نقل إلى مستشفى وهو مكبل ويمنع زيارة والديه.
بالفعل هو يعني تم اخر مستجدات الفتى، هو صح يعني حالته الصحيه حسب ادعاء سلطه الاحتلال، وايضا ما صدر عن فراس الجبرين المحامي الطفل ان الطفل هو بحاله صحيه جيده. تم نقله من هدا من مستشفى شعريه سيدك الى مستشفى عين كارم لاكمال علاجه. سلطات الاحتلال تقول ان حالته الصحيه الان طبعا تم نقله وعلاجه، هو مكبل اليدين والقدمين، وايضا وهناك له حراسة أمنية كبيرة من شرطة الاحتلال الذين ترافقه وتتواجد أمام غرفته. الآن هو يتلقى العلاج في مستشفى عين كارم. سلطة الاحتلال تقول أنه الآن حالته الصحية تسمح لهم باستجوابه والتحقيق معه، وسيباشروا بالتحقيق معه هو في فترة العلاج. يعني هو طفل وصغير بالعمر، ولم يكتفون بذلك وإصابته، بل يقومون بالتحقيق معه أثناء تواجده في غرفة العمليات، يعني بعد خروجه من غرفة العمليات وأثناء تلقيه العلاج. يعني والدي تم الإفراج عن والده من طول ما يسمى غرف أربعة في غرفة المسكوبية، وهو الآن ضمن الحبس المنزلي 5 أيام في منزله في ضاحية السلام. نعم، يعني أيضا تناولت وسائل الإعلام مقولة مختلفة على لسانه أن ما فعله انتقاما لعدي، ما صحة ودقة هذه المقولة؟ اولا يعني ما شاهدناه بالامس من شريط الفيديو التي بثته شرطه الاحتلال لمطارده الفتى ابو قتيش اثناء متواجده في ملعب الشيخ جراح، وكيف تم اطلاق عليه النار من قبل شرطه الاحتلال. نعم. على الذي شاهدناه في يعني شاهدنا في المقطع الذي بثته سلطات الاحتلال كيف تم اطلاق عليه الرصاصه مباشره، ورغم انه كان صغير السن وكان بامكانهم اعتقاله بطريقه سلميه واسهل من ذلك، لكن سلطات الاحتلال تتعمد دائما بالتنكيل شعبنا سواء كانوا أطفال أو شيوخ أو نسائهم، هذه يعني رسالتهم هو التنكيل بشتى الوسائل. هناك من الادعاءات من قال أن شرطة الاحتلال أن أثناء استجوابه في ملعب الشيخ جراح أثناء اعتقاله قال أنه تم صراخ أنه ينتقم لجاره وابن منطقته عدي التميمي، هو يعني جاء هو عمل يعني قام بهذا العمل انتقاما لعدي التميمي، ولكن نحن لم حتى اللحظة لم يعني ننتظر دائما أي تصريحات من ذلك من قبل المحامي الذي يقوم بالدفاع عنه، لأن سلطات الاحتلال تحاول في 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 دائما يعني أثناء أي حدث أمني يقوم بث رسائل يعني سلبية أو غير مقبولة، بسبب أنهم يريدون التوصيل هدف معين أنهم يقومون بأعمال هؤلاء الأطفال أو ما شابه، أنهم بأعمال انتقامية يعني واستقطاب الناس نحو إعلامهم الذي هو دائما يبث السموم في كل حدث ما يكون في فلسطين سواء في القدس أو في الضفة الغربية. نعم، هل ما يجري الآن في الضفة والقدس يشكل بشكل أو بآخر إلى تحول الشاب عدي التميمي إلى أيقونة مقدسية؟ يعني عدي بالفعل هو أصبح أيقونة الآن، يعني من لا يعرف عدي، من لم يسمع بعدي، يعني ما حصل لعدي خلال العشر الأيام التي كان يطارد بها من قبل سلطات الاحتلال أشغل الحكومة برمتها. يعني عندما تتحدثين عن منطقة في منطقة مخيم شعفاط، هي منطقة تابعة لسلطات الاحتلال بالكامل، هي منطقة سكان يحملون الهويات الزرقاء، يعني منطقة لا تتبع للمناطق الضفة ولا تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية. لذلك يعني عدي قام بإرباك الجيش الاحتلال، وقفت أهالي مخيم شعفاط مع عدي وحمايته والدفاع عنه والدفاع عن أهله والمواجهات التي شاهدناها وما حصل لعدي هو إنجاح العصيان المدني، ربما هو أول عصيان مدني ينجح بهذه الطريقة في فلسطين، وتحقيق مطالب السكان وإجبار الاحتلال للخضوع والرضوخ لهذه المطالب بعدما شاهدوا كيف تم توقيف الحياة بالكامل في مدينة القدس ووقوف الضفة بكاملها مع هذا الموقف. بالفعل يعني عدي وأثناء عدي اختياره لمنطقة عمل على عملية ثانية في منطقة بعيدة عن المخيم وضاحية السلام كانت أيضا مفاجئة لسلطات الاحتلال، ولربما تكون هي السكينة القاضية للانتخابات للبيد التي سوف تكون بإضعافه في الانتخابات المقبلة. نحن نعلم الأسبوع القادم هناك انتخابات قريبة وهناك تنافس كبير، ونحن نشاهد التناغم بين بن غفير ونتنياهو من أجل استقطاب اليمينيين المتطرفين إلى صفوفهم في الانتخابات المقبلة. بالفعل عدي عمل أيقونة واضحة، أصبح الآن هو الرمز، يعني هو الرمز الفعلي في مدينة القدس أو في المناطق بأجمعهم. نعم، إذن شكرا لك الزميل الصحفي المقدسي فراس الدبس، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك.
أصدرت محكمة الاحتلال حكمها بحق الأسير منير يعقوب من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وحكمت محكمة الاحتلال على الأسير بالاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر. وأفرجت قوات الاحتلال مساء أمس عن الأسير إيهاب سلامة من مخيم جنين، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير سلامة بعد اعتقال دام 14 شهراً داخل سجون الاحتلال. وكانت محكمة الاحتلال قد اتهمت سلامة بدعوى في إيواء أسيري نفق جلبوع وهم أيهم كممجي ومناضل انفعات قبل أن يتم اعتقالهما العام الماضي. وهدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوة من جيش الاحتلال صباح اليوم خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب للمرة 8 بعد 200 على التوالي منذ هدمها أول مرة منذ يوم 27 تموز أيار 2020. اختارت سنابل قنو الشاعرة عنوان لا أهب عمري لأحد لمجموعتها الشعرية الأولى لتعبر عن صوتها وذاتها وحالة الفردانية التي عاشتها للتعرف على الحياة خلال فترة الجائحة. وقالت الشاعرة لوطن إنها أخذت وقتا حتى وصلت لهذا العنوان لمجموعتها الشعرية الذي يعبر عن صوتها وذاتها، مضيفة أنها بدأت بكتابة المجموعة الشعرية منذ بداية جائحة كورونا وتم إصدارها العام الجاري. وأوضحت أن المجموعة الشعرية تتحدث عن علاقة المرأة بالأمومة والحب والغربة والشعور بالوحدة وتتغلغل في التفاصيل الصغيرة من حياتها. لنشاهد هذا التقرير معنا. بينما يقف الفراغ وراء الباب يتابع أفكاره التي من شدة وحدتك اعتقدتها شعرا. سنابل قنو الشاعرة الأردنية الفلسطينية اختارت هذا العنوان لمجموعتها الشعرية الأولى لتعبر عن صوتها وذاتها وحالة الفردانية التي عاشتها لتتعرف على الحياة خلال فترة الجائحة. لا أهب عمري لأحد، طولت لو صرت لهذا العنوان، تنقلت بين عدة عناوين، لكن هي جملة من قصيدة من أحد القصائد اللي كانت مفروض تكون في المجموعة، لكن يعني كانت بالآخر تم إلغائها من المجموعة. بس شعرت إنه الشعر اللي أنا بكتبه، وهو بكتبه عشان أكون جداً مع نفسي، لأعبر عن صوتي الخاص البعيد عن أي امتداد، البعيد عن أي علاقة ممكن تربطني في شخص. فالفردانية كانت تتناسب شوي مع العنوان لا أهب عمري لأحد. قنو هي زوجة الشاعر فارس سبعنة الذي عبر عن مشاعره وأفكاره وانتمائه للوطن والمرأة في قصائد شعرية، فكان داعماً وواهباً حياته لها ولطفلتهما يافا. بالنسبة لسنابل بعتقد هاي التجربة بالنسبة لها يعني محطة أو مرحلة من مشروعها ومن يعني رؤيتها الشعرية. بالنسبة لنا إحنا الشعر كان جزء من يعني من بداية لقائنا، وكان رفيق في كثير مراحل من يعني نحكي من مراحل علاقتنا سوا. وبعتقد إنه حفاظنا على هاي المساحة الشعرية هو جزء من يعني إيماننا بالمحبة وإيماننا بالحب ونظرتنا نحو مستقبل معين. كل واحد فينا يعني واعي لموهبته وواعي لاحتياجاته من ناحية إنه بده يقدم نص شعري مختلف وجديد. في دار طباق للنشر والتوزيع أطلقت سنابل مجموعتها الشعرية من القطع الصغير في الهواء الطلق على أنغام عود الفنانة رانيا الخليلي.
إذن بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. كنت معكم في الإعداد والتقديم هدي الأبوزاني، ومن التنسيق أماني عبد الرحمن، ومن الهندسة الإذاعية خالد نجاص، ومن الإخراج التلفزيوني محمد زاغة. ألقاكم بعد قليل وعلى رأس الساعة القادمة موجز لأهم وآخر الأخبار، يليها برنامج شد حيلك يا وطن مع الزميلة ريم العمري. متابعة طيبة نرجوها لكم وإلى اللقاء. صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العاج إلى الأعلى ويا أرض. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسي وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير للد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي، هيلث صحة، هيومانيتي إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة صحة مذاق طيب، الجنيدي إلنا كلنا.